منصور منصور يا هلا 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 والله شلونكم؟ عيدكم مبارك. يعني قربت صراحه لان عطله الوزارات مسكره، فقلت باب الوزير مفتوح دائما، فانا على البحر الحين قاعد حق المواطنين، اذا احد يبي شيء يمشي معاملته، يبي مساعده اي شيء، احنا في خدمه الشعب، ولا ايش حق وزاره لازم وزير متواضع وحتى كافر. قلمي جايبه وياي، يا تدري المواطنين يسكرون، ما يدرون المواطنين المقيمين، انا حاضرين، احنا حاضرين نمشي معاملات الناس. عطله بعد شو نسوي؟ مضطرين، وكل مواطن خفيف الله يعطيكم العافيه. الحين انا مرتاح خفوا عشان على ما يجيني مواطن بما الله.